السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من English Expert. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الباست سيمبل او السيمبل باست، زمن الماضي البسيط، بطريقه الجرامر الجديده اللي احنا وعدنا ان احنا هنشتغل بيها. الطريقه طبعا متبعه في كتير من المدارس الاجنبيه والامريكيه، ولكن قليل جدا في مصر اللي بيعرف ازاي ان هو يشتغل بالطريقة دي. طريقة الجرامر العكسي أو الريفيرس جرامر هي عبارة عن إنك تاخد قصة، القصة دي بتتكلم في زمن معين من الأزمنة، وبعد كده تحاول تعمل أنالايز للقطعة بحيث إنك تطلع كل الفيربس وتعرف بتتكون إزاي، وتعمل نيجاتيف نفي للزمن، وتعمل كويستشن للزمن بالاعتماد على المعنى. أوكي؟ تمام، هنبتدي مع بعض نقرأ القصة ونسمع ونشوف الطريقة الجديدة. القصة بتقول: Sick on Saturday. I had a terrible weekend. On Saturday, I was so tired that I slept all morning. When I woke up, I had a headache and my throat was sore. My body ached all over. My nose ran and I coughed a lot. My mother took my temperature, but I didn't have a fever. My mother made me some soup for lunch and I ate it in bed. I drank some juice. I tried to read a book, but I couldn't keep my eyes open. I laid in bed all afternoon. I drifted in and out of sleep. I drank more juice. I felt miserable all afternoon. I didn't want to do anything. I got out of bed at dinner time. My parents ordered pizza for dinner and I was able to eat some of it. I drank more juice. I felt a bit better after dinner, so I stayed up. I snuggled under a blanket on the couch and watched some TV with my parents. I fell asleep in front of the TV. The next morning, I felt better, but now my mother had a cold. She looked miserable. It was her turn to be sick. بعد ما سمعنا القصة وفهمناها، طبعاً معظم الفيربس هنا سهلة جدا والكلمات، ولو في حاجة هنترجمها واحنا ماشيين. اوكي؟ طيب طريقة الجرامر العكسي بتعتمد على اننا نطلع على الأول كل الفيربس اللي في الزمن اللي احنا بنتكلم عنه، فهتلاقي مكتوب هنا number one find all the verbs in the past simple، يبقى هتطلع كل الفيربس اللي في الباست سيمبل، وطبعا ده اللي احنا عملناه هنا. هنطلع كل الأفعال اللي بتدل على الماضي. خلاص، رقم واحد I had، طبعا الماضي من has و have. I had a terrible weekend. هنا طبعا had بمعنى يمتلك، ما ينفعش had في الماضي يجي وراها أي فعل آخر، بتيجي بس هي لوحدها وراها حاجة. تمام كده، I had a terrible weekend. كان عندي أسبوع وحش، قضيت أسبوع مش كويس. On Saturday I was so tired. برضو was من الأفعال اللي تيجي في الماضي، ما يجيش وراها فعل تاني ولكن يجي وراها صفة. tired هنا متعب، صفة مش verb. Okay. I slept all morning. يعني نمت طول اليوم. تمام كده. slept الماضي من sleep. When I woke up لما صحيت. woke الماضي من wake. I had كرر تاني a headache صداع and my throat وزوري was sore كان ملتهب. طبعا هتلاحظ ان السور هنا ملتهب، برضو جت بعد was في الماضي، مش بيجي وراها verbs لكن يجي وراها اسماء او صفات. my body ached، هنا ال ch نطق k، خلي بالك ached يعني يؤلم او ألمني، جسمي كان كله بيألمني all over كله. ايج طبعا الماضي منها ايك بس من غير الدي، تشيل الدي. my nose ran، ران طبعا انتوا عارفين الماضي من run. my nose ran يعني مناخيري كنت برشح. and I coughed a lot. coughed أكح
طبعا كف شيل منها الدي الاي دي هتبقى كف كحه كف في الماضي. ماي ماذر توك ماي تمبريتشر يعني امي اخذت درجه حرارتي، تمبريتشر درجه حراره، توك الماضي من تيك. But I didn't have a fever ولكن ما كانش عندي fever يعني حمى أو سخونية شديدة. Didn't have الماضي من had لأن had النفي بتاعها didn't وبعدين ترجع had إلى have. تمام كده. My mother made me some soup. Soup يعني شوربة. Made الماضي من make. تمام كده. And I ate it in bed. أكلت الشوربة دي في السرير. ate الماضي من eat. I drank some juice. drank الماضي من drink. I tried to read a book. حاولت أقرأ كتاب. tried الماضي من try. T R Y. هنا بنشيل ال Y ونحط I و E و D. tried to read a book. but I couldn't. couldn't طبعا تعرفين كان الماضي منها could بالنفي بقى. I couldn't keep ما قدرتش احافظ my eyes open على عينيا مفتوحة. I laid in bed. laid يعني الماضي من lay l a y يستلقي ينام. in bed all afternoon. I drifted in. drifted يعني استغرقت في النوم. in and out كان بينام وبيصحى. out of sleep. I drank more juice. drank الماضي من drink. I felt miserable. miserable يعني شعر بانه مش كويس خالص، شعور بسيء وقت التعب. felt الماضي من feel. miserable all afternoon. I didn't want to do anything. مش عايز اعمل حاجة. طبعا عندك هنا want لما تنفي اي verb لما تيجي تنفيه ب didn't لازم يرجع تاني في المصدر بدون ال ed، أو لو هو فعل في الماضي مثلا زي drank تقول I didn't drink ترجع الفعل تاني زي ما كان. I got out of bed خرجت من السرير. got الماضي من get. at dinner time في وقت العشاء. my parents ordered. ordered الماضي من order يطلب. pizza for dinner and I was able كنت قادر أن آكل some of it. I drank more juice. I felt a bit better. حسيت بتحسن. After dinner, so I stayed up. فضلت مستيقظ. طبعا stay الماضي منها stayed. I snuggled يعني استغطيت أو دخلت تحت البطانية زي ما احنا بنقول. هي snuggle وبنحط لها D. Under a blanket on the couch على الكنبة. And watched. watched الماضي من watch. Some TV with my parents. I fell. fell الماضي من fall. fall يسقط نائما يعني يروح في النوم. in front of the TV. the next morning I felt better. حسيت بتحسن. but now my mother had a cold. أمي هي اللي جالها البرد. had a cold. she looked miserable. look تحط لها ED. it was her turn. كان دورها to be sick إن هي تتعب. okay بعد ما قرينا كله خرجنا كل الفيربس، كل الفيربس الملونة بالتلات ألوان الأحمر والأزرق والأخضر. الفيربس دي كلها في الماضي البسيط. تاني حاجة decide if the verb is irregular or regular. قرر إذا كان الفيرب منتظم أو شاذ. تمام. خلي بالك كل الفيربس اللي بالأزرق دي أفعال شاذة. slept الماضي من sleep. woke الماضي من wake. run ran الماضي من run. take تمام. took الماضي من take. ate الماضي من eat. made الماضي من make. drank من drink. couldn't من can't. تمام انتوا معايا خلاص. laid من lay. drank drink. felt feel. got من get. تمام كده. fell من fall. تمام كده. الافعال دي كلها افعال شاذة. علشان تحفظهم تقدر تحطهم في الماضي لازم تبقى حافظ الفعل في المضارع شكله ايه في الماضي شكله ايه. تمام. بعد كده عندك كل الافعال اللي باللون الاخضر
هي افعال منتظمه مجرد تم اضافه دي او اي دي او اي اي دي لاخر الفعل. ايك اي سي اتش اي ضفنا دي. اوكي كافد ضفنا اي دي. ترايد كان في واي شلناها وحطينا اي اي دي. درفتد حطينا اي دي. تمام كده. اوردرد حطينا اي دي. ستايد نفس الموضوع. سنود واتشد. خلاص الافعال اللي بالاحمر دي هي افعال مساعده برضو بتستخدم في الماضي، ولكن زي ما قلنا ما بيجيش وراها فيربس خالص. تمام. هاد واز واز هاد. طبعا هاد الماضي من هاف، واز الماضي من ام ويز، وار الماضي من از تحديدا. اوكي كودنت، بس كودنت بتختلف شويه، بيجي وراها فعل في المصدر. تمام. وي واز وهاد وي واز. يبقى احنا كده طلعنا الافعال كلها، عرفنا ايه المنتظم والغير منتظم وايه الافعال المساعده اللي برضو هنا محطوطه في الماضي. ثالث حاجه ميك نيجاتيف، عشان تعمل نيجاتيف تنفي. خلي بالك الافعال اللي بالاحمر دي بتتنفي زي ما هي. خلاص كده. بمعنى I had، خلاص هتقول I didn't have. I didn't have زي مثلا هنا didn't have. didn't have. خلاص had الماضي منها didn't وبعدين have ترجع للمصدر. تمام. طب was النفي منها wasn't. اوكي I slept تبقى I didn't sleep. I woke تبقى I didn't wake. اوكي My throat was sore. My throat wasn't sore. قلنا was where هتحط بس not. اي فيرب تاني هتنفي ب didn't. ached تبقى didn't ache وتشيل الدي. ran تبقى didn't run، ترجع ran ل run. my I coughed I didn't cough، تشيل الاي دي. my mother took my mother didn't take، ترجع took ل take. اوكي ده مثال على النيجاتيف اللي هتعمله في كل القطعه. make questions اعمل اسئله. تمام. هتستخدم بقى الأسئلة I had a terrible weekend. خلي بالك هنا I had a terrible weekend. تمام. علشان تعمل سؤال من هنا هيبقى did you have، هتختار did عشان ده had في الماضي، I تحولها ل you وتبقى did you have a terrible weekend، علامة استفهام. ماشي. I was so tired. هنا ما ينفعش تستخدم did، استخدم was نفسها. تمام. هتجيب was في الأول تبقى where، علشان I بتتحول ل you في السؤال تبقى where you so tired. اوكي okay. I slept all morning تبقى did you sleep all morning. I woke up هتبقى did you wake up. I had a headache هتبقى did you have a headache. My throat was sore هتبقى was your throat sore، بستخدم was نفسها. خلاص كده عرفتوا ازاي بنكون السؤال. تمام. هتعمل كل القطع بنفس الطريقه واللي احنا شرحناه ده، طريقه متبعه بره دلوقتي، بتعتمد على انك بتعمل اناليسز للجمله نفسها بحيث انك تفهم الجمل محطوطه موجوده قدامك، مش محتاج ان انت تاخد امثله على القاعده لان القاعده نفسها مكتوبة. ننزل بقى آخر حاجة التعليمات، بيقول للأفعال المنتظمة regular verbs بنحط في نهايات دي و اي دي و اي اي دي. للأفعال الشاذة بيتغير الفيرب لصيغة أخرى، احنا قلنا make made take took. ما تنساش don't forget that was and were and have and had have different rules. ما تنساش ان was و were و had القواعد بتاعتهم مختلفة إلى حد ما. To make negative عشان تعمل نفي استخدم القاعدة دي، الفاعل I, we, you, they, he, she, it, didn't زائد الفعل في المصدر زائد تكملة الجملة. To make question هتستخدم الرول، الرول اللي هي تمام نكتبها كده مع بعض، عبارة عن did زائد subject plus subject اللي هو الفاعل. تمام plus
الفيرب في المصدر اوكي بلس تكملة الجملة بلس علامة الاستفهام. يبقى عشان تعمل سؤال تعمل did زائد الفاعل did you go to school yesterday مثلا، خلاص وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة من English Expert لشرح الماضي البسيط بطريقة الجرامر العكسي، الطريقة الأولى في مصر محدش ماشي بيها خالص، تمام؟ وإن شاء الله بإذن الله بنوعدكم بحلقات تانية بنفس الطريقة. حاول تعمل القطعة دي تطلع تنفي كل الأفعال وتعمل أسئلة من كل الجمل بحيث إن أنت تعود نفسك على الطريقة الجديدة دي. إذا عجبك الفيديو ده ما تنساش تضغط لايك وسبسكرايب للقناة بتاعتنا وتتابعنا على الفيسبوك، ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من English Expert، والسلام عليكم.